لسه مكملين مع حضراتكم، ومعانا كمان دكتور ناصر سليمان رئيس حزب صوت مصر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على مصر كلها. يا اهلا بيك. ازاي استقبلتوا هذا الخبر، تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني ومساله التنوع في التوجهات السياسيه والفكريه، اهميتها ايه؟ والله احنا وجود جهه علميه منظمه لهذا الحوار تتسم بالحياديه الشديده، وده ده ده اختيار موفق يعني، لان احنا دلوقتي الجميع هيجلس للوصول الى رؤى مشتركه لتجديد الحياه السياسيه وحل المشكلات، ان كان في حل مشكلات او تقديم مقترحات زي اللي احنا المقترحات اللي احنا قدمناها. كل حزب قدم مقترحاته للاكاديميه الوطنيه للتدريب في حل المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه، وطبعا بكل ما فيه حتى المشكلات اللي تساهم الى حد كبير في جمع ولم الشمل وتوحيد الصف، وتشارك فيها احزاب مصر كلها والمجتمع المدني الوطني كله دون اقصاء، وهو يعني هينعكس بالايجاب على صوره الدوله المصريه بكل تاكيد. فندم بس خليني اعرف من حضرتك الاطروحات اللي قدمتوها لاداره الحوار الوطني. والله احنا قدمنا اطروحات، وبعد انا كنت مركز بصراحه على احنا، لان الكل يتكلم او احنا مثلا احنا بنقول الحوار الوطني وليس الحوار السياسي، لكن احنا بنقول هي السياسة الوطن او الحوار الوطني او السياسي، السياسي هي الوصول الى بر الامان، السياسه اللي بتعرفها يعني. فاحنا قدمنا طبعا الرؤى بتاعتنا في كل المجالات، في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي وطبعا واحنا ركزنا اصلا على الزراعه بالذات، المجال الزراعي، لان الزراعه تعتبر غذاء وكساء ودواء ووقود. يعني مش انا ركزت يعني بصراحه ان احنا اسمع الفلاحين ان الزراعه يعمل بها حوالي 60 مليون مصري، ومعهم الذين تكون حياتهم قائمه عليها ومرتبطه بها، وايضا من اهم اعمده الامن الاقتصادي والاجتماعي للدوله المصريه. فالاهتمام بالزراعه بالفلاحين عشان مش عشان انا من الفلاحين، لا انا بتكلم الاهتمام بكل مشاكل، ممكن الاهتمام بكل مشاكل اللي بتواجه الفلاح، التحديات اللي بتواجه امر مهم ومقدر، يجب ان يكون مقدم على كل يعني عن اهميه الزراعه اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا. يعني حتى نابليون بالضبط كلمته الشهيره، الجيوش تمشي على بطونها، الجيوش تمشي على بطونها، ولا يغيب علينا ان الفلاح المصري هو اصل الحضاره، ونستعرض اهم المحاصيل اللي تقدم فيها مصر عن دول اخرى في كتير جدا. احنا عندنا محاصيل يعني من حيث الانتاجيه، في بعض محاصيل تضع مصر في عائد اقتصادي متاخر من هذه المحاصيل، وعلى سبيل المثال في انتاج التمور والزيتون المائده والخرشوف والفراوله والموالح والبطاطس والرمان ومحاصيل النباتات العضريه والبصل والثوم وثروه النحل الهامه جدا، خضروات وبعض الحبوب. لو اهتمينا بالزراعه وفعلا اهتمينا، احنا اصلا دوله زراعيه يعني دولة الاقتصاد صحيح. المصري يعني 70% او يعتبر 70% الاقتصاد المصري على الزراعة. مثال يعني بنقول ان احنا مثلا زي الزيتون الدخل في العالم، احنا بننتج احنا رقم واحد في العالم من حيث الانتاجية، ورقم 11 كعائد مادي. ما ينفعش، المفروض احنا رقم واحد في العالم يبقى رقم واحد في عائد مادي. عظيم، لكن بالتاكيد عندكم كمان مقترحات مش فقط للزراعه، يعني لباقي المحاور. احنا في كل المجال، احنا اصلا حتى الحوار من ناحيه الحوار اللي احنا بنقول توحيد الصف اهم حاجه. احنا اولا احنا مش جايين بنضيف حاجه ان القياده السياسيه ما تعرفهاش، اللي هي قائمه في البلد بقياده الفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا هم عارفين كل شيء، ولكن احنا عايزين لم الشمل وجمع وتوحيد الصف وتشارك فيه قوة المجتمع المدني الوطني دون إقصاء، وهو سينعكس بالإيجاب على صورة الدولة المصرية في الخارج، ويكون ردا يعني قوي على دعاوي أهل الشر والمنظمات الحقوقية الغربية التي تدور في فلك الناس اللي عايزة الشر لمصر، لأنهم أصلا عاملين قنوات فضائية. الإنجازات شغالة في البلد، وشايفين احنا في الريف حتى المصري، في الطرق، في المدينة والريف، في كل المحافظات شغل ما حصلش في اي دوله بهذا شغل. الله ربنا يتمه على خير، لكن احنا هم بيضللونا ويطلعوا اكاذيب من عندهم، وهم مش هم اصلا ايه هدفهم ما تعرفش، لكن احنا عايزين بفضل الله سبحانه وتعالى الحوار الوطني ده بالتاكيد يرد على كل هذه الادعاءات. يا دكتور ناصر طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ناصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، الف شكر ليك يا فندم.